الان في زملائنا في الريجي في غرفه التحكم يقولوا لي تم التوافق رسميا على اسم جديد لرئيس حكومه جديد هو السيد مصطفى الفيلاني. نهنئه بهذه المناسبه وان شاء الله طالع خير على تونس، وان شاء الله هو يكون فتحت المسار جديد في تونس. على كل حال التوانسه نستبق بهذا في قناه المتوسط ونقول انه سي مصطفى الفيلالي بالتوافق اللي حصل منذ حين هو رئيس الحكومه الجديد في تونس، وسي مصطفى الفيلالي من الذين شهدوا بين قوسين يعني مسار المجلس القومي التاسيسي منذ بداياته، من مؤسسي الدوله التونسيه ايضا، من الرعيل الاول للدوله التونسيه، رجل محترم جدا ومجل عند اغلب التونسيين. تحيه له وهنيئا له وهنيئا للتونسيين بهذا التوافق. في نهايه الامر توصلنا الى رئيس حكومة. تفضل.